أشادت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب اليوم بالتزام المملكة الملموس في مجال تدبير الهجرة، ونوهت الوكالة الأممية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة والاستراتيجية الوطنية للجوء، وبهدف ضمان التكفل العادل بالمهاجرين وإدماجهم في المجتمع المضيف، بمن في ذلك الأطفال المهاجرون غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وخلص البيان إلى أن منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة تعمل فضلا عن ذلك على دعم المملكة في إطار شبكة الهجرة التابعة للأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى من أجل ضمان حسن تدبير الهجرة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.